قلنا بأن هناك فرضيتين حول آلية تضاعف الأدعية. عندنا الطريقة المحافظة، نحافظ على الجزيئة الأصلية ونركب جزيئة جديدة كاملة جديدة. إذا الخليتان البنتان، خلية بنت تأخذ جزيئة أصلية والخلية البنت الأخرى تأخذ الجزيئة الجديدة. هذه الطريقة المحافظة وهي نظرية، كانت عبارة عن نظرية كتسمى لا تيوري سومي كونسيرفاتيف أو سومي كونسيرفاتريس دو لا ريبليكاسيون دو لا دي ان. الطريقة الأخرى هي الطريقة المحافظة نصف محافظة، عندنا انفصال اللولبين وعلى كل لولب أصلي يتم تشييد لولب جديد. هذه طريقة نصف محافظة هي اللي غادي نوصلوا إلى أنها هي الصحيحة. هذه الطريقة نصف محافظة. من بين التجارب التي أجريت وأكدت صحة الفرضية الثانية أو النظرية الثانية، عندنا تجربة ميسلسون وستار هي التي توجد بين أيدينا في التمرين. كنا قد أجبنا عن السؤال الأول ورأينا بأن البكتيريا، التجربة أجريت على بكتيريات، بكتيريات الدي ان ديال البكتيريات. إذا عندنا البكتيريا عندها صبغي حلقي، هذا الصبغي الحلقي رأينا بأنه يتضاعف قبل انقسام البكتيريا. إذا البكتيريا كتضعف الصبغي ديالها وتمدد، ينمو السيتوبلازم وتمدد ومن بعد ينفصلوا الصبغيين وتنشاطر إلى بكتيريتين. لماذا أعطي لنا هذا التقديم؟ هذا يبرز بأن الدي ان يتضاعف قبل انقسام البكتيريا. الدي ان غني بالقواعد الأزوطية، وسميت بالقواعد الأزوطية لأنها فيها ذرة الأزوت، كاين اللي فيها حتى الخمسة ديال الذرات ديال الأزوت. وتخيلوا معي جزيئة ديال الدي ان اللي فيها آلاف آلاف القواعد الأزوطية، آلاف آلاف القواعد الأزوطية، وكل قاعدة فيها عدة ذرات من الأزوت، عدة ذرات من الأزوت، معناه الدي ان غني بالأزوت. من هنا جات الفكرة باش نتبعوا التضاعف ديال الدي ان، نستعملوا الأزوت الخفيف N14 والأزوت الثقيل N15. وانتبهوا ليه، الأزوت الخفيف هو الأزوت الطبيعي، غادي نعطيو حنا لون زرق N14. هاد N14 انتبهوا لي هنا، فيه سبعة ديال الإلكترونات، سبعة ديال البروتونات، هادشي كتعرفوه، وسبعة ديال النوترونات، السبعة والسبعة 14، هادو كنهملوهم، كتعرفوا هادشي في الكيمياء، يعني ها اللي وزنوا اللي يعطيوكم الكتلة الذرية. عندي هذا طبيعي، هو اللي نوجدوه في الطبيعة. الأزوت الثقيل غادي نتبعوه بلون أحمر. هذا الأزوت الثقيل N15 N15 هو اصطناعي مصنوع، عندي سبعة ديال الإلكترونات، سبعة ديال البروتونات، وثمانية ديال النوترونات. السبعة والثمانية كتعطيني 15، هادو نسميهما نظيران، تعرفوا النظائر. نعم، راكم درستوهم في الكيمياء. إذا انتبهوا لي هنا، قلنا آلاف آلاف الجزيئات ديال القواعد الأزوطية، وفي هذه القواعد الأزوطية عندنا الأزوط، كاين اللي القاعدة الأزوطية اللي فيها خمسة
ديال الذرات. راه ما عندكم الصياغ ديال القواعد الازوطيه تقدروا تحسبوا ذرات الازوط. احنا سبقنا شفناها في البنيه ديال الادان. اذا ما الذي تم اجراؤه في هذه التجربه؟ اذا تم تتبع تضاعف الادان يعني نظريا حسب الفرضيه الاولى حسب الفرضيه الثانيه. اذا هما غادي يجريوا التجربه ديالهم ومن بعد يقارنوا النتائج، هل تتوافق مع الفرضيه الاولى ام تتوافق مع الفرضيه الثانيه. غادي تقراوا لي قراءه صامته التجربه ديال ميسيلسون وستال باش نحاولوا نجاوبوا على السؤال الثاني. يلا وخذوا لي ورقه ديال الوسخ. هذا اللي غادي يعمرو هذاك الجدول. لا هذا هذا عملوا خفيف وثقيل، هذا راه ماشي مشيع، ليس بالمشيع، هو ازوت ثقيل، يعني اختلفوا لي في الكتلة الذرية فقط. حتى النظائر المشعة تختلف في الكتلة الذرية ولكن كتطلق الإش الإشعاع، والإشعاع غادي نشوفوه في تجربة تايلور في التمرين الذي سيلي هذه التجربة. أخذ بكتيريا كيف هي؟ عادية. وفي الطبيعة قلنا عندنا تواجد N14 ياك، وفين زرعوها؟ في وسط اقتياتي يحتوي على N15 الواحد للأزوت، يعني وضعناها في واحد الوسط لا يحتوي إلا على الأزوت ياش ثقيل N15. هذه البكتيريا سنأتي بها من وسط عادي مثلا تكون في محلول، هذه بكتيريا عادية محلول عالق من بكتيريات عادية. هاد البكتيريا غادي ننقلوها لواحد وسط زرع اللي غادي نوضعوا فيه N15، وسط زرع يحتوي على N15 هو الازوت ثقيل. غادي نزرعوها هنا ونتركوها لعدة اجيال. قرا لودي وصل. وقف هنا. اذا غادي نتركوها تنقسم، غادي تعطيني مستعمرات، دي كلون، دي كولوني. هذه المستعمرات من بعد غادي ناخذوها. واخذ البكتيريات ثم عزل ياش الادي ان، غادي نعزلوا الادي ان ديالها وغادي نقيسوا له الكثافه ديالو. الكثافه هذا الادي ان من بعد غادي نمشيو نشوفوا الانابيب. كناخذوه، ها احنا عزلنا هنا الادي ان، هذا الادي ان نوضعوه في محلول ونخضعوه لعمليه النبذ.
هذه العملية ديال النبذ راه عندكم في الوثيقة في الجدول هذا. هذا خذوا هذا الجدول، هذا انتبهوا ليه. عملية النبذ هي تقنية نستعمل فيها آلة النبذ، تبعوا معايا. وهذا ديال الأنابيب زايدة، والأخرى فرة الأخرى ديالك ما عندك؟ هي ديالي صافي. وانتبهوا وانتبهوا لهنا، لا تسمى آلة النبذ لا سونتريفيجوز. هاد لا سونتريفيجوز عندها محرك يدير محور كيدورنا هذا المحور. هنا عندي محور اخر مثبت هكذا، وهنا محور كيدور هذا يدور، وهنا عندي نعلقوا انبوب ومن هنا نعلقوا انبوب من اجل التوازن، من اجل التوازن. عندما نشغل المحرك في الأسفل يعني غادي يوقع لي دوران، إذن هذا الدوران كيجعل هذا الأنبوب يأخذ لي أي وضعية أفقية هكذا يصبح في هذه الوضعية، وهذا أيضا يصبح لي في هذه الوضعية، مفهوم؟ إذن دوران بواحد السرعة فائقة، فهذه راني تكلمت لكم عليها في عزل الميتوكوندريات، كنهرسوا الخلايا ولكي نعزل من بين المحتويات الميتوكوندريات كنخضعوا المحتوى لعملية النبذ بواحد السرعة معينة وقت معين. هنا راه عندكم باش نجمعوا الأدئن، إذن هنا كتكون واحد القوة نابذة، قوة نابذة. نعطيكم واحد المثال درسوه في الفيزياء، توضعوا كتلة في نهاية واحد الخيط، كتلة في النهاية ديال الخيط ونبقى ندور هكذا، ها هادي كنتو ديرها ملي كنتو صغار. إذن الحبل الخيط يبقى في وضعية أفقية والكتلة تبقى في وضعية أفقية، علاش؟ لأن كاين قوة نابذة كتدفعها، قوة نابذة. إذن هذه القوة النابذة سطل ديال الماء، فيه الماء، إلا دورناه هكذا أيضا ما يسيلش، كاين قوة نابذة كتدفع الماء للقعر. إذن هذه القوة النابذة كتكون في هذه الوضعية هكذا، كتدفع لي الجزيئات. إلا كانت الجزيئات ثقيلة، انتبهوا لي هنا، ثقيلة، غادي توضع لي في قعر الأنبوب، هنا تمشي. تمشي بواحد السرعة كبيرة لأنها ثقيلة. إذن عندي الأدئن غادي يحتل لي هذا المستوى، هذا المستوى. أنتم راه عندكم النتيجة راه في الأنبوب زوج، في الأنبوب زوج، هذه اللي راه عندكم في الأنبوب واحد، وهذه بكتيريا مزروعة في وسط N14 ولكن بكتيريا أخرى ماشي نفس الكثافة اللي عندنا في التمرين ديال إشيريشيا كولي، وهذه من بعد غادي نقراوهم بالتفصيل، غير تبعوا معايا. إذن هنا الأدئن شحال عنده الكثافة؟ هذه 1.65، هذا شحال عنده الكثافة؟ 1.8. انتبهوا لي هنا، هذا ديال الأدئن، هذا شاهد تيموان، يعني أدئن ديال بكتيريا مزروعة في وسط N14، يعني اصلا البكتيريا كنا زارعينها في وسط ياش ان 14، هنا وسط زرع يحتوي على ياش، يحتوي على ان 14. اذن هذه البكتيريا منها خدينا هنا فككناها ودرناها في محلول باش نديروا اعاده الزرع في وسط ان 15. إذن هذه البكتيريا إلا خديناها وعزلنا الأدئن ديالها وخضعناه لعملية النبذ سنحصل على هذه النتيجة.
يعني أبدا أن يبقى الفوق خفيف. علاش؟ لأنه مكون من R14. عندما ننقل البكتيريا ونزرعها لعدة أجيال في وسط N15 غادي تكاثر تستعمل N15 في تضاعف الأدي. البكتيريا تعتبر ذاتية تغذية، تصنع مادتها العضوية بنفسها من بين ما تصنعه القواعد الأزوطية باش تبني الأدي. تصنع القواعد الأزوطية، إذن غادي تصنعها بهذا الأزوط هذا، وتضاعف الأدي يعني بالقواعد الأزوطية اللي فيها N15. إذن بعد الحصول على الأدي غادي نخضعوه لعملية النبذ، غادي نحصلوا على واحد الأدي اللي توضع لي في قعر الأنبوب في الأسفل. لماذا؟ لأنه ثقيل، يعني هذا ثقيل، مفهوم؟